سيدي دابا مبدأ وحن حي قفنا أمو بقول وضع إيو قفنا وحبك مربو لكن وحي صحة وصح وحي غير نصح ما ما أنت طلابات وزارة وحبر شلاء يكو سعطو أنا أركي سي إنان أد بير جنان دود شلاء يفرن ريت خوري أمو قف سمين حاني ترسبارن سيواي دادكي إن لالها دو إمادة إن ويدية واحدة تان سما قارنا يعني وحاصاد ماشاس جيسي إدها وحاس لما سمين إدها طبعا ما ملكي هوري ما سمي جيرن وحاس وح انت عليك في غير سيدا وياك هذا بروفيسور كاشي ان حتى ميزانيه العقيه كل وح هرت ان لدنا يا ربا ان لدنا الفوكس كل سعره مركا نين شقدي سي قبسنايو اي وغي هي استاذ فرح وزير فرح اي وغي رجل كل سيدا وحي سنه وسو مقن وحن اسلاي هي غراتكي وحا وايه ميل كل مشغول سناي وا مغعونايين لكن هؤلاء كلهم مشغولين. سو مركين أسوجستو. سكول كستوال ضيع تري. معي وهنا ويد وزارة برشة معلن الآن معلن كحب هي هي صدم كبير مركين لما تو قاعد تلقى صاروا. سداسة كوالتي سجن أو صوب حياة شقديس. وزير كي مركز سداسة كده ذالي. سد إحنا بكون مركز. داو ذي وهو الرئيس أو صومالي. باب سكول باب سكول كده فري إن له رو أرضي سكولات فري هذا وزارة له. يعني وحيدهم حد اسمه واحد سنة قراص وهيلي كرنا وحكم مسنا معلك على الرسول هول في عمب وضع وأنا حرفت ويقان واي وحبر الشرع واجه رمي لك على أقعد لمتي وحيد ملك هرانك إنه هالكان يبادل قف ولا بوه ويقانه صو ماله يعني كف عن ما أنتنا أدب دتكو أي أي أقطع أي encouragement في عن إللي ها أقطع أي هذا يقربان وديكو حالا قربان يا أنا وحبر شذا هو سنة معلمين تاسف يعني بالواقع هذا نويا وشهدوك من ملك كتر صدان ويب سايت كي قاب كي امتحان كي وحير أنا من نديف وين إن لقدر جو نقول ولا بتبرتي صار طوال إن شاء الله تاسنا سداس أو كلام مركش قوي كوزارة دلفت قدو إيو سكولر شيبكو سداس أو كلام أسرع دلفت كيس إدمل نصور دل بدو أوكي وحبر شذا دل كا لابا حب أي صومرت الله بيحل الدولة ديت الدولة دي مدنية ودلك مركز كأساس ميسي وحبر الشدة وحرني ماذا مركز لقاتي ومركز جري كلتشر كي دلالك جميسي قد سكولات كودي سكولة دي رو عربة لغة عربية مركز لقسو قدبو حلي كعانكا اسبد الحوق لأي وحبر الشدة كلها كعانكو مدل ليربو هاي ماشي هو مربو كسمية وحبر الشدة وحنا أقوه الرئيسي نظامين تشروع ذا يدو لقو وإيجي يهنتي وداقة مركز لقاتي تلك وحبر الشدة من سياسة الدولة ده هدي وداقة وحي هي من لقصوا بلا دوكسيجا خاصة أو مرحلة أساسية إلى حير جامعة دولة يا فريبوها مهاجرة دولة يذا وحكست هيسي wax private ah lama ogolay dawladda iyada raashin ka keenaysay safaalo galay dawladda iyada dhuxsho keenaysay dawladda iyada wax walba saliid bixinaysay dawladda wax walba marka gurigi dadkii waxay noqdeen in halkaas loo safto dawladda ay bixiso marka wax barashada siyaasadeed xilligaas waxay ahayd mid free ah laga soo bilaabay primary ga ila jaamacadda ummada oo marka 13 faculty markii dambe la gaarsiiyay intaas dawladdu isku haysay tayada ka waran waayay tayada aad bay u sarreysay aad baan loo ilaalinayay xilligaas laana dawladda ee kacaanka jirtay ba dadka oo dhan waa la kontrolayay sida hadda jaantaar rugan tayadu ay u noqotay dadku ay u noqdeen maayn dadku way nidaamsanayeen wayna yaraayeen hadda dadkii wuu batay dagaal sokeeya laga soo baxay laakiin xilligaas dal nabada oo dadku ay ismaqlayaan ayaa uu kacaanka ku shaqeynayay waxbarashadan ay ku shaqeynaysay marka imtixaanaadka centralized ka oo dugsiga dhexe imtixaan dawladdu min ras asir ila ras kamboni hal mar imtixaanka laga qaaday iyadoona wax problem ama shaki la jiray dugsiga saran sidaas u ahaa idaacaddi reedii muqdisho laga shaacinayay markii dambe natiijada of waliba degmad uu joogo raadi ka maqlay raadiyona wuxuu ahaa dalka oo dhan mid gaaraya sidaa awgeed systemka ayaa aad u caawinayay إن مركز لهلو وحبرشة آد يعني تيقوله آد لوغو ورقبه آد لو كنترولو شهدوين كذا أن لحذي كريم
oo wax falsaa lagu sabay karin istaba marin aanan jirin ay yar tahay hadii waxay dhacana dambigoodu la soo qabanayo laakiin hadda ma haa sidaasu waa marka kadib dawladdaasu sidaas bay waxbarashadii tan macallimiinta ay ugu jirto oo xilligaas ah macallimiinta khidmadda ay helaan maamuska xilligaas ay door xeer ay ahaayeen hadba xeerarka waxbarashada kuwa waxay ahayd dugsiga dhexe markii ay kasoo baxaan macalin loo tababaray dugsiga dhexe hoose dhexe kasoo baxa dad baa loo qaadanaya kala sayid markuu ka baxo bibian dhihi jiray dalalka oo dhan lacagtooda dawladdu intay ugu talisay way yareed lacagtu lacag weynoo macalinka ku filan markaas mala ahayn waxa macalinnimada hadda shaqadeeda looga cararayo waxa weeye xilligaa kacaanka hadee mana laga hor imaan karin lacagtuna way yareed si waa la nool noolaa dadka soomaalida waxay aada ugu nool yihiin wax isisiinta laakiin dowladda bb baa la dhihi jiray nimankaas niman jaamacadda lafoole ka baxa iyo macahadyo kale oo tababar ayaa jiray oo macalinnimo ah oo dugsiyada sare iyo macalimiinku ah way ka yar mushaharad sareen maxaa jira mushaharad ninka jaamici weeye laakiin kuwa kale waxay ahayd dugsiga laakiin waa la tababaray markii dambena waxay ku biiri jireen silkiga waxbarashada haddii ay iskuul aqoondarsada ay dhigtaan dugsiga sare waxay soo geli karayeen jaamacada ama qaarkoodba muddo markay shaqeeyaan yaa kuliyaddan la foole loo soo qaadan jiray waagii hore markii dambe ma ahayn marka kacaanku hadee siyaasadiisa waxay ahayd siyaasad kuwaalatiga xaggeed aada ugu fiicna waa maadsan tahay si kooban oo qurux badan aad u sharxay waxaan siinayaa ustaad cabdiwakiil macalin soo dhow waxaa la sharxay dowladdii dhexe kasoo bilaaba ibtidaa'iga dugsiga hoose ilaa jaamacaddii ummadda ku keenay si free ahayd macalimiinta xushmad gaar ay lahaayeen mushaaraad gaara ay lahaayeen intaanan soo gaarin xilligan hadda aan ka hadlayno iyo burburkii waxba udhexeeya fatra udhexeysay si kooban nooga faallo bismi illahi raxmaan raxiim su-aasha intaana gelin horta cali aada bay umahadsan tahay warbaahinta shabeellen aada bay umahadsan tahay runtii waxbarashada dabcan dadka usoo joogay dadna waa dadka professorka uu ka joogo dadkii hore ah dadna waa dadka aniga aan ka joogo oo dadkii burburka ah dadna waa dadka hadda joogo oo laga yaaba inaysa macluumaad badan ka hayn oo waxa laga hadlaya oo hadda wixii ka dambeeya ayay khibrad kororsan doonaan kasii hadli doonaan marka burburka markaan ka hadlayno waxbarashada aniga markii aan joogay oo iskuulaadkayga waqtiga waxay ahayd burburka oo professorkuna ka hadlay wasiir faaraxna isagay ahayd meesha shaqadu kasoo bilaabay afbanis wax kusoo bartay aniga iskuulkayga afbanis u ahaa marka runtii waqti aada u adag oo aada u qallafsan oo haddii la yidhahdo hala sii gudagalo aada yaabaysid waxaad dareemaysaa aniga waxbarashada markaan kasoo baxay automatic culaysaa iska jirjiray oo shaqo la-aan oo aniga lafarkaygu hawlaan bilaabay hawshii aan bilaabay waxaan kala kulanay markii la histrigada halaga sheekeeyay aada bay u culus tahay waxaa dhacday iskuul ka mid a iskuullada hadda jira waqtigaas aan maamulkiisa ka mid ahay ka shaqaynahay in ardaday qaarkood macalimiinta noo yimaada yihahdeen hebela bastolad banaanka ugala soo baxay yuri imtixaanka macalin kama hadli kartid marka ardaygii oo fasalka ku jira oo hubaysan oo barnaamij noocaas marka laga hadlahay wax aada u dhib badan ayay ahayd hase yeeshee noloshaaba sida iska aheedba nolosha oo dhan ayaa sida iska aheed waa lagu soo mowday dadkii waqtigaa waxbartay oo dadka wax maamulaay agaasimayaasha wasiirada iyo xildhibaanada iyo macalimiinta dadka hadda shaqada haya waxaa jira dadkii hore waa fariisteen haddii marka fatradaas aan loo istaagi lahayn oo shaqo aan la qaban lahayn waqtigaas adag waxay dhahen lahdeen gaabna soo galo waxaa loo baahan lahaa marka in dad kale banaanka laga keeno iyo shaqada maanta aan hayno ay qabtaan oo dadkeena aan fahmayno cilado badan waxay iska jireen laakiin wax badan ayaa lagu soo mooday guul badan ayaa lagu gaaray hadda waxaa laga hadlayaa marka waxay tahay waa la hayaa sidee loo hormariyaa way waa maadsan tahay xilligaas burburka waxaa yaraa iskuulada waa yaraayeen iskuulada dowladda ay lahayd ama bablig ahaa waa la bilaqaystay kafarkii saarnaa waa la gastay daday ku xirnaayeen waxbarashada gabdhaha qaarkoodba ma ogolayn lacagay ahayd waxbarashadii shahaadada suuqay taalay waa la iibsan jiray somehow xanuun fara badana la soo maray aan kasoo gudubno doctor abdusalaam shakuur xilligan hadda la joogo marxaladooyin kala duwanaa lagu soo tallaabsaday wasiir faarax sheekh cabdiqaadirna waxaa isla sheegnay hordhixi barnaamijka in hadda wasaaradda uu jooga uu soo ahaa aasaasihii dalladihii waxbarashada xilliga burburka
بلدها سوء تاقنا بوسكي وزارة روح برشادة مركز أي سمعين سيكو بالكارة حالة ده حد اللي جوغو يتلابوي كان حد اللي قادة ايو محاكو موغنية حالة ده حد اللي جوغو لأن وحبضنا نوع موقنا ايو محاج راح مرحلة ده نسوء قويني حوغا ديبو كباشا اياها مدو سو سعوتي وي وح برشادة دالك واي كس اي سي حوغ لي اقصو بالعبطي بركي لواي حكومة دي هرأي دالكو وحكومة الآن كل عادي ودتكين أي جوجان دجالسوا كين أي جيران دتكي مركا متعلمين تهاو إسحل قامين وطبعا كم دي هاي وزير فارح وحلقة صوب بالله بي سجاشي مات كي بلوه جودي بقى سدي وحبر الشلور هذين لها دور مهمة هي دت فربنا أي كسوقاتين برايفتسيشن بلوه دي أون هري لو أكون حلقك عنك بصي قال له قال له ليه هاي دتك انا اسكت الشدار مكان دتك ايغا هو شي دولد اي اول ودي بجرين ما دام دولتي لواي ان ايغو قبسدان حقيقه اده لوغ نجح ارنتاس ما انت امل كل هيستو امر جده انت نو دلينيره هو وخبرتي وها وي دتكان اودياشا ايا وقت بدل غلي قيانادا وزيرك كجرو وهو وزيرك سون هذا سدا ودقان وانا اسو هذا بس كلهم وسن هو هنا دالير مركز ايرلي 90s كي مركز اسغا هيدن لجنه ومركز ما لجنه مسلمي افريقيا واسغا مركز شير بيرسون وياي ايو اد ما دام وضعه مركز جري واسغا سامحي انه ادو حقبته وحفر بدبو كشقيه سكان كي رجي قدي إف بي إن استوى هي سكولها أما هي أذا جري مركز جمعيات كجري هي سوهي من جمعيات كاس جمعيتنا ورا سكول سكول أي سكول هاي زمان كجمعة وحوي ما لي روح برشة فنجرايسا سكول بيفرتي أما وحاس ويريرين مركز استاذ فارح نوكب ده مركز كده سكول بده بالله فري سكول أحمد جوري سكول ك الفجر سكول كمجمع من القرى ولا والله صوبتي الذي بلا سمي هرمود كاف وزير فرح فرح ولقيس بكل حجر وحبر ان شاء الله مركا لقسو قد بجامعة ذا فرمي سلح اللقاس جامعة ذي قهري يا فرمي وحبر ان شاء الله جامعة مدشو اي كجرتو جامعة عمود كجرتو بنادر كجرتو وترتيب ترتيب سوكر لين تودي اي مانت هدى جامعة ذو اي أدفر بدن ينو دقمة ولا يبقى ما موضوع شكل كده جامعة فر بدن كجيران يعني أدفر بدن هاس دتكي وحي موتيفيشن اللي رجلين كقاتل دتكي وحبر شد ويستاهل إف بي إن إس يا دلاد يقول رسي حلو مدو كده يهذا الأيام القطة هذا يعني قطة يشو دلاد أدفر بدن وكاله يا سمي سمي سيكس تبقى كوسا ميسمان لكن لو ذا إيه جاي أنتي لقادة كرو مركز برشك شقير صح صمارده وحي فنانين وياه تتأدوا وياه قانون ماشي يروح قفوه كقطة أجل ما كنت يعني بقول الدكان هذا فرت ما بها يعني وح كله رادي وحي فرها يعني لا بكونه الدكان وكيل لميدا مركا وين عن ويكف بسط فوي حاجة وح برشدها أنتي اللي مشغول لها قرية إن أد وحبر الشيء ذي مؤسسات الروم في المناطق اللي يرد أي جانس أما جانس في عنو تيالها هذا أما متكل كجار كجار هو هذا ولا جاي كرب هذا نقطة سأس أوكي وحبر الشيء وحي استيعاب تي دد أد في رمضة هدا اللي جوجا أما أنت هدا دولة دي لسه بقاعد تلقى سو سمعي كارج بوتي با وقول رئيسي 4.5 كي دولة نمدي وسوي من ويني سيد الله سو وذي بيدا با مدحويلي جوجي هل كان رأي السؤال هذا مقدشة وسأرديه مركز مجا عم باكجري هل كان مقدشة الله كاري وحبذا كان عايز تاس مركز وحي بعيشة بلوغة هيد إلى ما أنت ويسوس عطي هدبه وسير سيرده ويس بدلي وسير به وسير أي بدلي بعدنا وحنا لقيا بقى وزيرك حرف الله وحبر الشو ويرع أنت سؤال مرتين أو ذلك رجوجي يعني ويسوال مرين لو رحيف الله لكن دياسبرا وبطنية وزير فارح أهمية وحكوية شيء وانين وحاسو وانين لحجع لك كهي سمانتا وحي وصهري صوت بلن يرع صوت بالله
مانتا سنو ويني ويلي إنو حور ربا سفي عن أوناكس جال جس بدنا هايستو واهبنا أنا أقبض أدف ربنا هايستو وسن وحي وربو وسن كسمين كري سياسة دا كمدا حلبانا دا كمدا وحكم دا 4.5 كان دكت يعني اسريح ريحة ندع هيدا فربنا وميديا نيكي وحي رقبتلا واد أركيسي هذا وبسايد هذا وحوي هذا اللي هو كل الدوين هاي تدك قار وحي في رنا يعني أنا إجماعها إجماعها قف إنان سيدي دبا مبدأ وحن حين قفنا مقول وضعيه قفنا وحبك مربو لكن وحي صحة وصح وحي غير نصح ما ما أنت تلابد وزارة وحبر الشدق يكون صعطون أد أركيسي إنان أد بيرجن دود الشلة أفرنيت خوري أمك قفصمين حين ترسبارن سوى دتك إن لا لحد إماذا يودي واحد الطن سما قرينا يعني وحاسد ماشس جيسي ده وحاس لما صمين ده وحي مركز سير كهري تفرتي سا لحد لا سوق قطعي وقار وحي كلا وكدر أي أدو إيجي هذا أنت وكدر أنت يمد مدر جابنا هاي وأحبار فربضن أو بصطفة وحام وقت يدي له حقل إن لقى قومك فرح iyo tayt farax kelgis ma bash wazir dowlad jir wazir ku xigeena jiro agaasimay guuda jira agaasimayaal wasaaradda ka shaqeeya jiro waxa been imaalin hawshas wazirku isagu waa siyaasi way guy will got kareya oo gamiya team cas abbi u shaqeeyaan hadda jidkana wazirka u bixiyna way hayaan marka waxaan qabnaa talaabooyinkan wazirka uu qaaday transparency ka ee oo rabo hadii lala fuliyo ama motivation lagu sameeyo inuu meel fiican la gaarayo oo waa sheegi doona wixii challenges ay jiraan wixii opportunity ah ama san tahay bismillaah sadex kun oo macallin Soomaaliya garaadkii calaalkay wax badan kama bedelayso laakiin waa bilow fiican mashallah hajra dadku aad u batay aad loo badan yahay marka bilow fiican way aad wanaagsan in tayada macallimiinta kor loo qaado waxa lagu sii faa'iideysan karaa ayaga la farkooday inay wax tababaraan oo waxa way abuur la abuuray way geedka markii halka mar la abuuro abuur badan soo saaraa dadna beer badan lagu falaa halka geed lagu abuuraa marka aad iyo aad ayay wax u bedelaysaa una fiican tahay hamiga uu imaanayaa oo hami loo yeelanayo ayaa maasan tahay ay barfasoor ah in macallimiinta horta capacity maaliyadeed ee wasaaradda waxbarashada aad u yaraa wasiirka hadda intuu yimid khair Allah siiyo ayaa ku fikiray 3000 kunba miisaaniyadii hore waxaan lacag yar 7 milyan dhaafsinay wasiirkii wuxuu ololo ugu galay in horta miisaaniyad loo helo 3000 kun hadii uu yiraahdo 100 kun aan qoraya miisaaniyad loo mahayo 3000 kun baa lagu rafaaday oo baarlamaanka si loo mariyo hadda xilibanada hoos hoos loo la hadlo markii la keeno meesha imaryaan xogay lacagtii hadda waa la soo kordhiyay oo 3000 kun in wasaaraddi ay hanato iskuulaadka publicada aan way furmi waayeen mashruuc horo go-to school leeyahay ayaa jiray oo 2016 wasiiradda markaas joogtay Mariam Qasim iyo UNICEF xogay lacag oo UNICEF ay haysay si loo waxeeyo aya waxa la yiri idinkuna 100 bixiya anagana mushaarada 100 baan macallinka siinaynaa waa dhagaa waa dhagaa waa hadra wax dhaba maaha waa soo socotay publicity waxa loo hanay waa macallin waa iskuuladka oo dhan magaaladan intii oo magaalada ugu badan way iskuuladka badan oo dhisan iskuul kasta waa la dayac tiray maxay u hanay weydii wasaaradda waxbarashada macallin la'aan macallinku wuxuu u baahan yahay 30 kibri markay dhamaato gacanta laga saaro sidaas ay quality isaguna uga soo baxaya shaqadeysa wasiirkii marka sidaas ku dadaalay 3000 marka daawadii ugu horeysay oo Soomaali public school is get free in la helo arday iskuulad free ah aad wasaaradda leh yey waxa inta maxaa dhismo waa haysanaa quraas waa heli karnaa waxa ugu muhiimsan macallinka lacag la siiyo tii hadda 3000 bilow fiican bay dalka u yihiin ila boqol ila tan kun u baahan tahay dalka oo macallin ugu yaraan yani oo tayo leh oo la soo tababaray oo markii hore la soo diyaariyay maadooyinkooda ka adag
دولتنا مركز العقد وي بدن دونتا او برشاد وهي نقطه ميل لسو ودا اد المعلم ما لا يغديغو ان ليس لو سميه معلم نماذا او نينا نان بروفيشنال او اهين بروفيشن او نان لو سو ديارين لو نتو برين وسمع المقن كر ما دونتا لكن سدهدان كن بلو في عن وهي dadka Soomaaliyeed waa inay aad u dhirigeliyaan iskuulaadka public kada waa in la soo celiyaa si school free ah loo helo private kala lagu waayo taban dad baa lacag gashaday marka halka la rabo baashu maashay ka bukto waa halkaas mustaqbalka waa la badin doonaa waxa maasan tahay waxaan rabaa ustaad wakiil waxa tii waxaan qiimeyn doonaa marka wax la qabto wasiirka samarku yimaadana af macaanidaas iyo wax qabadkiisa waa sheegay كل هذا وقت كجستا مامور كي بكسير الجبل كا أبن وقتا تياتر كي قرن كا إنكم من أنا أرضي يا معلمين يا بيدو قاعد يجا أرضي بكتار مدن عباد ورحب فيهم وزير الصوفة دستوري شقلا سيا هوشة سام ودنا وحين نسوق نجسوا على الله بيجي وحين نوصل على النور نحس نسؤال يويدين كم صدق كنا معلمين اللي قاعد السودي وانجليا امتحان قرا عدي صوب حضنا معلن التوس مزهر دوح برشاد واتو سنسا بقول لي كنت دي سكول او بابليك اه او دولت دي حلو غريك وشي قيد زيتان برايف الان واها يستوني انا لاوس كان مزهر دوح برشاد مين نقول ممكن تلابا لقبتي ادي ات هول لقبتي ادي ات ادي ات وهيدي دي لفي عن او حادو مناكسن طبعا ما ملكي هوري ما سمجرن وحاس wax inta la eeg figure sida uu ka dhab professor ka sheegay in hatta miisaaniyadda lacagaha kor loo waxa horta in la danaayaa raba in la danaayo focus kala saaro marka nin shaqadiisa qabsanaayo ayuu ogyahay usad faarax wasiir faarax ayuu ogyahay rag kale sida waxay san ugu soo muuqan waxaan isleeyahay garaadkayga waxa waaye meel kale ku mashquulsanahay waa magacawnaayeen laakiin hawl kale ku mashquulsanahay sabab marka inuu soo jeesto وهذين بدن واحد لوسو جهدي أيام دريمية شغل شقان هذين بدن لوسو جهدينا مغرب سو ميسو تم مركب وحي قريب كهاد وحيا بها الرجال كينا أيو دتكو مرت أي واحد في عن كف ليان بدأ أتشيجيس أي أه وناك بدن برامج كاس لحرينا وفلنا إلى هيدن كيس وحن رجينا إن شاء الله ماشي أسبوع ربعنا قضب ده بدكتو waxa markay public yihiin oo dawladda oo ay tahay wax wax guud ah labada dhinac ha hadii aan lagu badan isla xisaabtan ka hadaan la badan waxa la yiraahdo follow up hadaan la sameeynin waxa noqonaysa meeshaas in cilad badan ka soo baxdo waxaan u leeyahay maamulaha school public ah maamulka ah macallinka school public ah macallinka ah waxa laga yaabaa inay aad u fiiriyaan attendance-ga macallinka oo mushaarka soo dhicistiisa maadaama wixii soo ay meel ku dhagan yihiin oo wixii soo email yaalin oo account-ku u fiirsanayo markii bisha dhamaato waxa laga yaabaa inay aysan jirin in aad maxallaha isheeg awoodi loo isticmaalo input-kii macallinku soo aad soo saarin waxaan rabaa markaa halkaas inaan hal qodob uga faa'iideysto waxa faa'iido badan leh shaqooyinka private-ku ay qabanayaan waxay ku faa'iido badan yihiin waxay imaanayaan way tartamayaan dawladdu wax la tartamayaan male waxa cilada ku keenaya waxaa kamida lalama tartamaan haddii aysan imaan marka la xisaabtan oo macalinka lala xisaabtan oo ardayga aan su'aalo la weydiin oo imtixaankii imtixaan ka baxsan iskoolka aan laga qaadin oo hay'ada dowr isdaba yaalo aysan imtixaan waxay noqonaysaa kaliya magaca in la ilaalisado la yiraahdo iskoolkan iskool dowladeed waayo dowladda caleh in la yiraahdo oo dadkiina ay magacaas ilaalisadaan oo qiimaha shahaado iskool dawladdu leeyahay ama jaamacad dawladdu leedahay magacaas istaanbadaas la ilaaliyo laakiin quality uusan badnaanin way imaanaysaa qodobka aan rabaa waxay tahay marka haddii private-ka xoogga la saaro public private partnership wax la yiraahdo la isla shaqeeyo oo lagula xisaabtamo private-ka ayagoona ay loola sameeyaan quality-ga ay ku xisaabtamaan ayaa ka sii fiican in public inta la sameeyo aan follow up badan la sameeyo marka barnaamijkaas wuxuu u baahan yahay in lagana dhabeeyo dadkiina ay aaminaad ku helaan in wax loo qabanayo adeegay helayaan haddana la dabagalo oo laga dhabeeyo arinta la xiriirta sidee macallimiinta saddexda kuna looga ilaali karaa musuq su'aashaas ayay ahayd su'aashii ugu horreysay oo la weydiiyey oo ahayd la weydiiyey oo ahayd barnaamijka musuqa la yiraahdo kor iyo tan iyo cirib u ah
دتك الصومالي ده بدن كده وحي أمسيهن حدان لعلوش الصومالين أنا شخص عكري وأنا ولا آمني ما هنجرتاني وحس كارو ما يسمع يعني هذا دليل لا مسق الله أنا قايس ما اللي جاي يلاقي حليه كومنت قدات في رسو أنا قول نو شيء ما هن كومنت بدل ياشي صوص كوت أسوي ده هاي أسوي ده هاي ور وهو بها أسوي ده هاي مفهمت كارو يسمع ها وحاس أنا وحي أبهيهن شغل لغبتين لقوه هذا ما هن ور لقوه كارو مت بتك ببليك برايفت كي ببليك هرت ذلك وزارة فدرال واي عبر الشلة هذا بابليك وزير كلفته بابليك وكيم بابليك ونقنا برايفت وكيم برايفت ونقنا ما أنت دو وزير هاي بس مصير معه شلينا يستدعي بيشوك صب العبي عبر الشلة برايفت كأي تم بابليك ودلك تدكيسة ولا لي نظام كأما شرعي كانوا عبر الشلة الدلكة مروري بابليكو هذا بابليكا وإنه قراء ترتن هذا كهوس مرو برايفت كا كهوس مرو مشكلة ده هي زبا دولة دو برايفت كانوا يساعد إيش السجارة مؤسسات كأجوح بدن أو أما علبي باريس تود أجوح بدن تاعي أما ميلا سرع يجودرن مع برشة دلكا ميزانية الدولة دو وإنه يتاجر تاعه لعبك بحساب إيش هذا كليه معها دولة دو سكولات كان بابليكا كليه إنه لا ذاي كون برايفت كر إيه ذا إيه ذا لا ما أدري دتك كسوة ذا بحي ولا وزارة ذا زوم بي شهادو قيمته ذا صوبر إيه صح مركو هذا تاس بابليك أند برايفت باتنشيب كا تاس وا قوانين تبشير يسكو قرن مش مرك تاس تمنو وحيابه أو أن وذلين هاي وبرشة أن ودتك وذلين مرتو دين قبل بدي جوجن حربان وقف هذه استطلع سكولات كا إن أرتو حرف ذا وعلى هذا حوج على سعره سكولات كحرفت أما فرسما ده من حوق الله سعره خوان كلو أي قنا لا تيجي قال له تيجي وحن كده لنا وحوي على الأقل عندك ما كستعده هالشو سكولة فرسما أردت إن لقود ده له أنا نقولك بنادنا جوجنا ما نقولك بنادنا كهله كرنا ما راح كله بدك جوجا لقيها بقى يعني أدو ده يعني أما ما ملك لك جرا وحن كلو ربع إن أنت لو كسوة بيديو أيضا بالمناسبة دكسيدة قرانك قرانك ما شاء الله معدد قرانك أي راح جدا سامي وين كله واحد برشة ده وباسيتيف لكن واحد جرت علاط فرسمه ونيجاتيف أرضى الصوماليات جبر الصوماليات ويلك الصوماليات وحل جيني أدوكس قران سوي الحجرة أيضا الحجرة والدك الصومالي ده نيد وناك سنة قرانك جعله ودين تجعله وحي ربان عن وجود قرانك لما حفظي لبيه تمسون أفره تمسون شان تمسون هو جاريا مركز أروح لكينا يا عن وجود قانجار كله أنت جيدة وعن وحبل العصام باللعبين سكولات كني دام بيجا هاي فصل كينا عن فريسة كرين جريديدي كوهبونا قران كينا عن سفي عن واقون موحفي عن كأقون وحن كهلا يا وحيهن حبرش عن كجرا تقصير عن كهلا هنا وحوي هوس الحقيقي وأرضه حبرتان كهلا هنا ووح عن كجوابه كره ووح عن امتحان كسمي يعني إنه عن ما قرآن كعم بنك أغنى مرك أدوي دي سو فصل الأرض فديان قرآن كآيات مرك أد أخرسه أيه ودكسي قد اكتامل وكسوة ده هي مدة بجناي ويرتاح أرض كورة عيها آيات بعيد كوه اكتامل صور ده تاه كوش يلا مرك فرسم حما جرته القرآن كلا برتوا خاصة بويته ولبا دقان النقط وهذا أركي سال لقي أبو وإسك قيلي يوم سجار عبي أما هو يو أن سوق إسك جوكتان المي هو قرا عن أيو تكنين أما ويدع هذا إن دوسي أدان مركب دقان النقط دقان وراكسن وي أرين تصوحان أبا هن هاي إن أذ لوغ الشقهي وزاردو حبر شدو تعلنت يدها سروحان أم لاينا يا إنا إسان توس ولهين دوسي القرآن كهو استقيني لكن قيبهان وحبر شدي سوق ليسا وزير فارح عن كل دبار بيها هول في عمب وضع وانا حرفت ويقان واي وحبر الشبا واجه رمي لك على اوغر دمتين وعيه ملك هرانك انو هالكان يبادل وقف ولبوه ويقانو سو مالدو ايان كفي عن مانتنا اد با دتكو اي اي اتقطهي انكورجمنت في عن اي اتقطهي اي اقربان وديكو حالك ربا وحبر الشدي هوسي إتي سر وزارة هذه يوتواي وحصور راحوا كلا سكتر كلو أصغر دقة وين أولي رادو
تعليم تسرعي أنا لكن وحبرشة هو صبر هرت أنك صوت لمانو ودباتوي كذي دعوني كي أسوأ أنا لقري قف كان قف ويموا وحبرشة تسرعي لكن ذلك وحك صعده نبات قور حق شهادوين كلا ولا سكسوا قال ذلك ذلك هذا وحك الشقيه جامعة جانتر هنا أدفر بدر أن لوجين وحيد جاية أن برامجات قفل دوان ها دوان برلمان يهرجينا يعني ها شرعية ها ها تاس تاس يدنا إنه كيف وين وسيو أو سدي ستاندر لوجي هري لها تيجاس بعدين سنة شهادوين كلا لو قيمين لها شهادوين كبرانك كسودير عينا وسارة دايو صمري لها شهادوين بوكا هي ما أدك صقلا ما لي مران مره توصي سوق شقد وآذان على الأقل إلى شرع قاس لصحابين كو جامعة فيرتش ولا هجرو ودلك بربوري دتكود العك أوغا أرورصدا شهادوين أجري تاسنا دجا تهرب الواج ما لين دويتو لكتر أن ملك جيدين أيو أرضي وباكتر الكجرطة جامعات هذا كم ذا؟ باو حصو قلي شهادوين قيمه بسيدة هذا باكلر كي أو معنى بيها أردي باكلر كجرو أيهو حقويري أنا هو ماستر عم بقاتي لبصرع باشو نفريا أنيس أني ها صاحبي وما باكلات وحن ودي ما باكلات قارتي مصر قارتي مصر مايا باكل هذا وضايو كان يجي مصر كان قبل أول ماستر كا جامع ديك قاد مركز وحو يسو به ايفون تلفون هو تو وحو قلتو سي اسو كوفيد دي قال جيبنت دك او جيرو وماستر كو قاتاي جامع دينا مش كنت سنتاي وحا مركا ان اوغين او هدا فرح كبحي جامعده كلا هوست او اون انجيرين قاركود اما قاركود سيدي ربان مركا اني سو ددكتو حرمنا سوقا شقد الشهادوين كان سرى لغو آبايو إنا إيادنا أغسير كقور تقويو ودات كاسو تنسدو إنتو أغو شقين آيو تايم كيسا إلهي تايم بدن هسي أو شقدو كقبتين ماشا وام اسك سياسي دو أغتهيني بربلايم كذا اسك بدن مركا تان حوغا إنو تايم حوغ لأغسيو أيام كل أدر دارميا آدنو حبر شدو هوسنا معلمين تاسف عن بالو قادنوا يا شهادوك من ملك ترصدان ويب سايت كي قاب كي امتحان كي وحيرن اد من نظيف وين اد لا جورجو ني ولا بتبرتي صاحب طوال ان شاء الله تاسنا سداس او كلي مركز شقويك وزاره لفتكودو يو سكولر شيبكو سداس او كلي اسغنا لفتكيس اد ميل انا سو دربدو سدا مانتا معلمين تا اي اي, أي وزاردو ايو لهداي قف كاستا انو سو دربدو ولا ايغا يا دوكومنتيس أفر نبيع الشنا وحكر وكل السيفور نبيع دول قوي السيو ولو جه ماشي أذان دم أمها وما تصوم عليه بحص وحتى ما وزارة الفترة كانت إلى وحي معنا والي يبصر هذا كله أفكك ما بلارين كرا هذا ما أفكك ما بلارين كرا مش كه ينسوق عليه وحنادي هذا وما علينا يا برب الصوت ترى مشكور شيخ حسن فقي يوليبا مظني عبد الوكيل علي ثاقي وبرامج كدود الشباب الله حلك يلقي بقلي